أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024 اللي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وده بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمتابعة عدد من ملفات العمل، وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام في التعبير عن قضايا الوطن وتشكيل وعي المواطن، مؤكداً الحرص دوماً على مناقشة التحديات التي قد تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتذليلها. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه يتم التوجيه بالعمل على تذليل التحديات اللي تم عرضها بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة وأدائها لدورها المهم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع جان فريزر المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية، وأوضح مدبولي اهتمام مصر بدعم التعاون مع مجموعة سيتي بانك على ضوء الإصلاحات الكبيرة اللي قامت بيها مصر، لا سيما النجاح في ضبط سوق الصرف والتوازن في السياسات المالية والنقدية، وهو ما انعكس على نجاح سياسة سعر الصرف المرن المطبقة حاليا. وأوضح رئيس الوزراء جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي نحرص على تحقيقها. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية، وأكد مدبولي دعم الدولة المصرية لكل الخطوات الرامية لإبراز المقاومات والخصائص الطبيعية الفريدة في مصر وتعزيز القيمة الاقتصادية لها بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويج عالمي لتلك المقاصد وإظهار دور مصر في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. كذلك امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها. خلال الاجتماع استعرض علاء الدين فاروق وزير الزراعة الإجراءات اللي بتتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، ونوه إلى أن إطلاق تلك المنظومة بيهدف بالأساس للتكامل مع منظومة كارت الفلاح اللي بتسهم في صرف الدعم المستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة تداول الأسمدة المدعمة تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع. وأضاف في هذا الإطار بيتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن بحيث نضمن وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقاً للخطة السمادية المقررة لذلك. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة، قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم، والدفعة السابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد، وده بحضور اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.